وتفسير، هو تفسير من؟ نعم، تفسير السنة، ثم تفسير السلف من الصحابة والتابعين. من يذكر لي 5 كتب طبعت فيها تفسير للقرآن بالسنة والأثر؟ 1 جامع البيان لابن عن تأويل القرآن للطبري. نعم، جامع البيان عن تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري، بدك تحفظ زي اسمك. 2 تفسير القرآن العظيم لا 2 تفسير القرآن لابن أبي حاتم. نعم، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. 3 ولا حول ولا قوة إلا بالله. روح المعاني، تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو مطبوع في 4 مجلدات. 4 تفسير ابن المنذر. نعم، طبعت قطعة من تفسير ابن المنذر، يا ليته يوجد كاملا، طبع في 2 مجلدين تفسير ابن المنذر. 5 تفسير البغوي. نعم، معالم التنزيل للبغوي، فهذا تفسير مليء بالأسانيد، وكذلك تفسير الواحدي، فكتب 3 كتب. 1 الوجيز، 2 الوسيط، 3 البسيط. فالبسيط والوسيط فيها أسانيد، بينما الوجيز كان فيه الخلاصة، وهو الذي درس كما منه شيخنا علي الحلبي رحمه الله. على كل حال، إذا نرجع إلى التفسير بالمأثور، إذا أردت الخلاصات فارجع إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير، لأنه يعطيك خلاصات تفسير السلف. وإذا أردت أن تقف على الأقوال فعليك بالدر المنثور للسيوطي، مطبوع 17 مجلدا، مباشرة يذكر لك الأقوال عن السلف، ويحيلك إلى كتب مفقودة مثل تفسير مين؟ ابن مردويه، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير طبعا ابن أبي الشيخ، كما كان يقول الشيخ حماد الأنصاري مسيل اللعاب، يبحث عن كتب لغاية الآن لم تطبع منها، مسند بقي بن مخلد، وتفسير ابن أبي الشيخ، فكان يسميه مسيل اللعاب. ومات الشيخ ولم يقف على هذه الكتب، وممن دخل علم المخطوطات في قلبه واستوغل شيخنا مشهور حسن، حتى سمعته مرارا يقول: سأطلب من ربي إن أدخلني الجنة أن يوقفني على المخطوطات التي لم أقف عليها في الحياة الدنيا. يعني لسه الرجال شو ماله بده يدور مخطوطات، وهذا وين هو؟ وين في الجنة؟ طبعا أنت بجوز تستغرب تقول لا، قول عليه. أصبحت متعة وتلذذ شيخنا مشهور حسن بماذا؟ بالمخطوطات.